السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا 8 مباريات هيتلعب يوم الثلاثاء من يورو 2020 دور ال 16 ودوري أبطال أسيا وكوبا أمريكا دور المجموعات. قبل أن تتعرفوا على مواجهات الغد إليكم بعض الأرقام الهامة قبل انطلاق الجولة الأخيرة من كوبا أمريكا. طبعا ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك عشان يوصلكم الجديد دايما، ولمتابعينا من فيسبوك اللينك أول تعليق، ولو اشتركت اكتب لنا في الكومنت تم. المجموعة الأولى، الأرجنتين في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وحسمت صعودها، باراغواي في وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وحسمت صعودها، تشيلي ب5 نقاط في المركز الثالث وحسمت الصعود، وأوروغواي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وحسمت الصعود أيضا، فيما غادر صاحب المركز الأخير منتخب بوليفيا البطولة رسميا. المجموعة الثانية انتهت جولتها وتم تحديد المودع للبطولة والصاعدين للدور الثمانية، البرازيل برصيد 10 نقاط حسمت الصعود، رفقة بيرو صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، كولومبيا ثالث الصاعدين من المجموعة ذاتها برصيد 4 نقاط، ورابعا الإكوادور برصيد 3 نقاط، فيما ودع المنتخب الفنزويلي البطولة بعد التعادلين. بداية المباريات من المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، أوروغواي وباراغواي يوم الثلاثاء على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، 2 صباحا من يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة و3 صباحا من يوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة. بوليفيا والأرجنتين يوم الثلاثاء على ملعب أرينا بنتنال، 2 صباحا من يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، 3 صباحا من يوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة. من يورو 2020 من دور الـ16، إنجلترا وألمانيا يوم الثلاثاء على ملعب ويمبي لمدينة لندن، 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. من دور الـ16 أيضا بيورو 2020، السويد وأوكرانيا يوم الثلاثاء على ملعب هامبدن بارك مدينة جلاسكو، 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة. من يورو 2020 إلى دوري أبطال أسيا، ومعانا أولسن هوينداي مع بانكوك جلاس 2:00 ظهرا، كايا وفيتايل 4:00 دي جاي وسيريس 4:00، بكين كوان وكواساكي فرونتالي 6 مساء.